ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالدخر. فقد قلت في حسن الأداء قصيدة رجوت إلهي أن يحط بها وزري، وأبياتها 50 بيتا وواحد تنظم بيتا بعد بيت على الإثر. وبالله توفيقي وأجري عليه في إقامتنا أبيات إعرابه الزهري. ومن يقيم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر. ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالدخر. فقد قلت في حسن الأداء قصيدة رجوت إلهي أن يحط بها وزري، وأبياتها 50 بيتا وواحد تنظم بيتا بعد بيت على الإثر. وبالله توفيقي وأجري عليه في إقامتنا أبيات إعرابه الزهري. ومن يقيم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر. ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالدخر. فقد قلت في حسن الأداء قصيدة رجوت إلهي أن يحط بها وزري، وأبياتها 50 بيتا وواحد تنظم بيتا بعد بيت على الإثر. وبالله توفيقي وأجري عليه في إقامتنا أبيات إعرابه الزهري. ومن يقيم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر. ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالدخر. فقد قلت في حسن الأداء قصيدة رجوت إلهي أن يحط بها وزري، وأبياتها 50 بيتا وواحد تنظم بيتا بعد بيت على الإثر. وبالله توفيقي وأجري عليه في إقامتنا أبيات إعرابه الزهري. ومن يقيم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر. ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالدخر. فقد قلت في حسن الأداء قصيدة رجوت إلهي أن يحط بها وزري، وأبياتها 50 بيتا وواحد تنظم بيتا بعد بيت على الإثر. وبالله توفيقي وأجري عليه في إقامتنا أبيات إعرابه الزهري. ومن يقيم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر. ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالدخر. فقد قلت في حسن الأداء قصيدة رجوت إلهي أن يحط بها وزري، وأبياتها 50 بيتا وواحد تنظم بيتا بعد بيت على الإثر. وبالله توفيقي وأجري عليه في إقامتنا أبيات إعرابه الزهري. ومن يقيم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر. ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالدخر. فقد قلت في حسن الأداء قصيدة رجوت إلهي أن يحط بها وزري، وأبياتها 50 بيتا وواحد تنظم بيتا بعد بيت على الإثر. وبالله توفيقي وأجري عليه في إقامتنا أبيات إعرابه الزهري. ومن يقيم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر. ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالدخر. فقد قلت في حسن الأداء قصيدة رجوت إلهي أن يحط بها وزري، وأبياتها 50 بيتا وواحد تنظم بيتا بعد بيت على الإثر. وبالله توفيقي وأجري عليه في إقامتنا أبيات إعرابه الزهري. ومن يقيم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر. ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالدخر. فقد قلت في حسن الأداء قصيدة
رجوت إلهي أن يحط بها وزري، وأبياتها 50 بيتا وواحد تنظم بيتا بعد بيت على الإثري، وبالله توفيقي وأجري عليه في إقامتنا أبيات إعرابه الزهري. ومن يقيم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر، ففي شربة لو كان علمي سقيتكم ولم أخف عنكم ذلك العلم بالدخر. فقد قلت في حسن الأداء قصيدة، رجوت إلهي أن يحط بها وزري، وأبياتها 50 بيتا وواحد تنظم بيتا بعد بيت على الإثري، وبالله توفيقي وأجري عليه في إقامتنا أبيات إعرابه الزهري. ومن يقيم القرآن كالقدح فليكن مطيعا لأمر الله في السر والجهر.